تعال نشوف الشهادة الجاي. فيما يتعلق بمشاهد العري ومشاهد الجراءة والقبلات ومشاهد الاغتصاب، وحتى في فيلم زي كلمني شكرا مثلا وهو فيلم كوميدي خفيف، هنلاقي مثلا شخصيات زي شخصية غادة عبد الرازق دايما بتطلع بملابس فيها قدر من الإثارة، بتقعد قعدات فيها قدر من الإثارة، زاوية الكاميرا دايما بتبص لها بشكل مثير حتى وهي قاعدة في بيتها لوحدها، يعني وكأنها طب يعني ماشي وانت قاعدة، أو هي قاعدة قدام شخصية إبراهيم توشكا ممكن تكون بتتعمد إثارته، لكن وهي قاعدة لوحدها بتتعمد إثارة مين غير الجمهور يعني أنا شايف إنه كان دايما خالد بشكل أو بآخر بيلجأ للنوع ده من المشاهد في محاولة للتغطية على ضعف بعض موضوعات الأفلام بتاعته. الأفلام الجديدة اللي انت ناوي تعملها هتلجأ ليها بنفس الخلطة؟ أنا ما سألوني على فكرة انت ناوي تعمل أفلام بقى شكلها إيه؟ وهل هيتغير نوع الفن اللي بتقدمه؟ قلت لهم والله ما أعرف، بجد والله ما أعرف، أنا هعمل اللي هحسه هعمله وهقدمه، يطلع شبه اللي فات، يطلع ملوش علاقة باللي فات، يطلع الخمس ست سنين اللي فاتوا أثروا في تركيبتي وغيروني خلوني أقدم فن مختلف. انا مش عارف، انا هشوف معاكم يعني، انا هعمل وهبقى متفرج كده في نسخه العمل وانا ببص عليها اشوف خالد اتغير فيه ايه. يعني 2018 هنشوف اول فيلم لخالد يوسف؟ السنه دي باذن الله. السنه دي نشوف الشهاده الثانيه. ماشي. هي فوضى باخراج الاثنين، خالد كان مهم جدا في مرحله تنفيذ الفيلم لانه كان يوسف شاهين وقتها كان تعبان صحيا، يوسف شاهين وصل للشعب أكتر أو للجماهير أكتر أو للمشاهدين أكتر بوجود خالد يوسف جنبه، إنما في ناس تانية بتعتبر أنه يمكن كان في مباشرة زيادة، يمكن تأثر برضو أسلوب الأستاذ شوية. ما فيش حد بيعجب بكل الأفلام اللي حد تاني بيعملها، في حاجات بتعجبني وفي حاجات ما بتعجبنيش، يمكن المباشرة الزيادة بتضايقني شوية، إنما بشكل عام هو بيعمل أفلام لها علاقة بالمجتمع اللي هو عايش فيه، بقضايا المجتمع بشكل عام. لا، هي أفلام بيبقى دايما ليها معنى ومغزى، إنما طريقة التنفيذ أوقات ما بتبقاش زي ما أنا بحبها يعني. تحديدا خالد التصق في الفترة اللي يوسف شاهين كان محتاج فيه في رأيي يمكن مسند أو سند أكتر مما كان محتاج مساعد. خالد عنده ربما خبرة من خلال عمله كمساعد ليوسف شاهين، ولكن ليس لديه رؤية خاصة. ربما اشتراكه مع يوسف شاهين في هي فوضى يعني أظهر وكشف ده بشكل كبير، ووقت ما تعرض الفيلم اتعرض لانتقاد شديد جدا على مستويات كتير، خصوصا فيما يتعلق بالإخراج وبحركة الكاميرا وبقاع الفيلم ككل.